برنامج كورة، حلقة جديدة. البداية من أبرز المتابعات. المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لمواجهة فيتنام في البصرة. Today is a recovery session. People, I don't want the same next round. شنو؟ حلوة من خلقنا جمهورنا العزيز ننتظركم يوم الثلاثاء. جمهورنا العزيز ننتظركم يوم الثلاثاء. جمهورنا العزيز ننتظركم يوم الثلاثاء إن شاء الله. جمهورنا العزيز ننتظر مساندتكم يوم الثلاثاء. جمهورنا العزيز ننتظركم يوم الثلاثاء. بس تعالوا. اتحاد كرة القدم يوضح حقيقة ما أشيع اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيارة نقل حقائب المنتخب الفيتنامي في البصرة. يعني عملية استقبال أي منتخب مسألة طبيعية جدا، أنت إذا كان لديك حقائب أو غيرها بالتأكيد راح تضعها يعني في سيارة يعني تكون كاملة حتى على الأقل تكفي يعني لهذا الشيء، هذا جانب. الجانب الثاني حتى أخذ الصورة، يعني خروجهم من باب المطار هذا ما يعني انت من داخل الصالة خرجوا، اكيد كل واحد والحقيبة مالته. ساند المنتخب الوطني يعني بغض النظر عن الخصومة الموجودة، لكن اكو مساندة للمنتخب الوطني، هذا اللي معولين عليه. جمهورنا جمهور كبير ومحب للرياضة، فبالتأكيد راح يكون لهم دور. طبعا احنا امام استحقاق، فبالنتيجة حتى لا تكون ولا تروح هذه الفرحة من خلال اشياء بسيطة، هذه لا تؤثر على وضع لا مارد حركة. الكابتن حيدر عبيد يجب احترام خيارات المدرب خيسوس كاساس مع المنتخب الوطني. تعرف المستوى نقدر نقول عليه جيد، ثقافة الفوز موجودة لحد الآن، 5 مباريات متتالية حققنا بها 15 نقطة، نتمنى المباراة الأخيرة أنه إن شاء الله تكون يعني خاتمة خير بالنسبة للاعبي المنتخب، بالإضافة لذلك نتمنى أنه بالمستقبل إن شاء الله يكون إعداد أفضل من الإعداد السابق في سبيل أنه نقدر أنه نرتقي بواقع المنتخب العراقي فنيا. مثل ما تعرف عندنا تنتظرنا مباراة المرحلة الثالثة قد تكون صعبة، ممكن أنه جدول أو المباريات اللي راح تكون خارج ملعبنا ممكن راح يكون بها ممكن جهد بدني، ممكن بعض اللاعبين اللي في أوروبا ممكن بل بعض من عندهم ممكن يلتحق أو ما يلتحق، بالإضافة لذلك أنه راح تكون مع نهاية الدوري العراقي، فنتمنى إن شاء الله أنه الاتحاد يوفر كل سبل النجاح في سبيل أنه إن شاء الله نحجز بطاقة للتأهل لكأس العالم إن شاء الله. بالنسبة لنا إحنا كل الآراء محترمة، مثل ما تعرف البعض من عنده يقول لك ليش ما يتم مشاركتهم من البداية. أولاً هاي قناعة مدرب، الشيء الثاني المدرب ممكن يحتفظ في بعض أوراق الشوط الثاني، ممكن البعض اللاعبين ممكن يكونوا مجهدين بدنيا بنشارك بهم في بدايه المباراه، ولذلك المسؤول الاول والاخير هو المدرب على هذا الموضوع. لكن انا وجهه نظري انه بالمستقبل راح اكيد راح يركز على التشكيل الاساسي، لان مثل ما تعرف المباراه المقبله ما تتحمل اخطاء وما تتحمل انتظار للشوط الثاني، فان شاء الله حسب وجهه نظري انه المنتخب بالاتجاه الصحيح، مجرد انه يحتاج الى الدعم ويحتاج الى مباريات قويه على مستوى عالي قبل الدخول في التصفيات الاخيره. الكابتن غانم إبراهيم الحارس جلال حسن في القمة ويجب إعطاء فرص أكثر للحراس الشباب. والله شوف أقول لك، الآن عندنا حارس منتخب على مستوى عالي جلال حسن، حارس متمكن حقيقي، بالإضافة إلى الحراس الشباب اللي خطوة كانت جيدة باستخدام علي كاظم والحارس حسين علي، يعني الحراس شباب جيدين يضاف الى سجل حراس المنتخب الوطني، راح يكون رافد بالمستقبل. نتمنى انه بالمستقبل كل حراس الاولمبي والشباب زجهم مع المنتخب، بالاضافه الاستعانه بالحراس الخبره، عندك حراس خبره محمد صالح بيقدم مستويات جيده، عندك مصطفى زهير زين، عندك شو اسمه حارس
لا حسين حسن ده قدم مستويات جيدة، عبادي ده قدم مستويات جيدة، بالإضافة رأيي الشخصي إضافة محمد حميد ما يمتلكون من خبرة بالملاعب تفيد هذا يعني بالمستقبل. والله شوف الظلم هو مو ظلم وإنما رأي المدرب، لكن تقول حراس المنتخب لا بخير إن شاء الله. ليش؟ بوجود حارس جلال بالإضافة لحراس الشباب بالمستقبل أي مباراة تجريبية نتمنى من مدرب المنتخب الوطني زجها للحراس الشباب لاستفادة من خبرتهم. اللاعب أموري فيصل ينفي تلقيه دعوة رسمية من المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس. الحمد لله والشكر، ثلاث نقاط مهمة، فريق أربيل فريق ممتاز، كانت مباراة صعبة لكن الحمد لله والشكر أهم شيء ثلاث نقاط، وهاي المباراة أم ست نقاط مو ثلاث نقاط، هي مباراة مؤجلة. الحمد لله والشكر مثل ما تعرف أنه إحنا آخر فترة كانت نتائجنا شوية يعني سلبية، لكن الحمد لله والشكر هذا الفوز كان دافع معنوي وان شاء الله نقدم الافضل باذن الله. والله صراحه ما اعرف يعني ما سامحني كان اي اتصال؟ لا 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 بالعكس، انه اكيد هو اي لاعب يتمنى يمثل المنتخبات. الحمد لله وشكرا انا موجود منتخب شباب وش كاتب لي الله يعني يصير ان شاء الله. في مباراة مؤجلة طلبة يفوز على نوروز ضمن دوري نجوم العراق، وكورا يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. الحمد لله وشكر، فوز مهم ان احنا كلاعبين قدرنا ان نفرح هذا الجمهور اللي كان نخطيه يعاني بالفترة السابقة. الحمد لله وشكر يعني قدمنا مباراة يعني تليق بينا احنا كلاعبين وككادر تدريبي. نشكر الكابتن احمد صلاح على المباراة السابقة، يعني يجوز احنا كنا يعني غلطانين بحقه وما كنا نقدم اللي علينا. الحمد لله وشكر قدرنا نفرح هذا الجمهور وان شاء الله تنتظرنا مباراة امام اربيل ان شاء الله نقدم بها اداء ونتيجة ان شاء الله. اول شيء مبروك الجماهيرنا، مبروك اللاعبين الابطال، مبروك الكادر التدريبي، مبروك الادارة. طبعا فوز مهم نحسن ترتيبنا بالدوري، تعرف الشوط الثاني كنا نستحق الفوز اكثر من هدف، ضيعنا اكثر من فرصة. الحمد لله والشكر فوز معنوي ومصالحة جماهيرنا، تعرف احنا مقصرين في حق جماهير الطلبة. ان شاء الله نوعد المباراة القادمة كلها انتصارات تحسين بالترتيب وان شاء الله القادم افضل بحيل الله. اعتقد اليوم الفريق ما يستحق الخساره، تعرف فريق الطلبه فريق كبير من الفرق الاربعه الجماهيريه ببغداد، قدمنا مباراه رائعه خاصه الشوط الاول ضيعنا اربع اهداف محققه. الحمد لله والشكر، تعرف احنا جايين من مباراه قويه امام الجويه بملعبنا، ان شاء الله نعوض بالمباراه القادمه. كوره يتابع ردود افعال جماهير الطلبه بعد الفوز على نوروز. والله اليوم الفوز طيب كان ان شاء الله، وتاثير كابتن قحطان كان موجود اليوم، الفريق روحيته اختلفت مو مثل المباريات السابقه. الحمد لله والشكر ثلاث نقاط والحمد لله والشكر. بدايه موسم النسيان، احنا كل سنه نقول موسم النسيان، اللاعبين ما يلعبون، اي يجي مدرب ما يلعبون. الحمد لله والشكر اهم شيء ثلاث نقاط. للاسف يعني الطلبه تجرد من اناقته بكل المباريات مال الدوري هاي، بس نقول العوض على الله وان شاء الله عود الموسم الجاي يعوضونه. هي ما يفيد حتى لو فزنا انه 10-0، هو الموسم راح، بس نتامل نصعد المراكز المتقدمه ونتامل ايضا انه نوصل موسم الجاي مراكز متقدمه وناخذ دوري. بعد خيبات الامل اللي عشناها من الفريق صراحه، المباريات اللي سبقت هاي المباراه، نتامل على الموسم القادم، على الاداره العمل من الان استقطاب لاعبين بمستوى نادي الطلبه، جمهور من 2001، يعني انا اتذكر قد هاي الطفله وفرحان ويا الطلبه، كافي تعبنا. الفريق مركزه ما يليق بالطلبه نهائيا. موسم الجاي، موسم الجاي يا اداره الطلبه، رساله 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 الجمهور لكم. مو بس تعطون فلوس، لا، صح الفلوس هي عصا الحياه، بس مو يعني معناته تعطون فلوس، اعطوا الفلوس لمن يستحق. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الكابتن رياض عبد العباس اللاعب الدولي السابق، حياكم الله كابتن، أهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك أخ علي وعلى كافة مشاهديك الأعزاء. حياكم الله. المنتخب الوطني يواجه فيتنام في البصرة ضمن ختام التصفيات المزدوجة، شلون تشوف الأجواء وقراءتك؟ شيء أكيد اليوم منتخبنا يعني بعد ما أنه كسب ثقة كبيرة
وثقافة الفوز إن وجدت عنده من خلال حظه للنقاط كاملة وبالعلامة الكاملة ومصدر المجموعة بغض النظر المجموعة سهلة، لكن هذه يعطي انطباع جيد ويعطي أريحية. يعني هذه المباراة القادمة أنا أشوفها مباراة تحصيل حاصل، وبالتالي على المدرب أنه يعني وجهة نظري وتبقى وجهة نظر المدرب المحترم أنه يزج بلاعبين اللي ما يمكن حظوا بفرصة خلال هذه التصفيات أن يعني يكونوا موجودين في هذه المباراة حتى يكتسبون خبرة، يقف المدرب على مستواهم الحقيقي، الجمهور يتعرف عليهم أكثر، لأن بالتالي اليوم إحنا من الآن يجب نفكر في المجموعة القادمة اللي هي مفصلية، وهذا ما يهمنا هو صعودنا لكأس العالم. الجميل بهذه التصفيات أنه 5 انتصارات متتالية للمنتخب الوطني، هذا خلينا نسمي الرقم لم يتحقق سابقا في التصفيات. شيء أكيد يحسب للمنتخب ولإدارة المنتخب. اليوم بغض النظر نقول إحنا أمام فرق قد لا يوجد لها سجل تاريخي كبير، لكن اليوم تحظى بتطور هذه الفرق بغض النظر عن النتائج السلبية، لكن اليوم تلاحظ جاري منتخبنا في عدة أوقات وأشواط وتحرج منتخبنا، لكن بالنتيجة منتخبنا لأول مرة يحقق العلامة الكاملة في هذه التصفيات الأولى. صح المنتخب العراقي في كل التصفيات الأولى يعني معظمها هو يصعد للمرحلة الثانية، لكن مو بهال النتيجة والعلامة الكاملة، فتحسب للمنتخب، وهذا يعطي مؤشر ويعطي إيجابية للمرحلة الثانية وثقة كبيرة. يعني اليوم من تروح للمرحلة الثانية وأنت بهذه الحصيلة أهداف كثيرة، نقاط كاملة، صحيح. عندنا 14 هدف علينا هدف واحد، أكيد هذا يعطيك معادلة جيدة، خط الدفاع بشكل عام جيد وخط الهجوم جيد، يخليك حتى الفرق تحسب لك 1000 حساب، لكن لكل حادث حديث. زين، رؤيتك كلاعب دولي سابق في مباراة مثل فيتنام على أرضك بين جمهورك تعتبر تحصيل حاصل لمنتخبنا الوطني، شلون ممكن كاساس يتعامل مع هكذا مباريات؟ يعني شوف خالي، احنا شفنا يمكن آخر مباراة في ملعب البصرة، يعني منتخبنا ما ظهر بالمستوى نتيجة الضغوط، لأن دائما حضور الجماهير هو مو دائما إيجابي يكون، مرات الضغط على اللاعبين تكون حالة سلبية، وبالتالي اللاعب بحضور جماهيري كبير دائما يريد يقدم، دائما يستعجل الهدف، وهذا يجعل التركيز قليل وضعيف، وشفناها بشكل عملي وواقع المباراة الأخيرة في البصرة ما كانوا بالصورة الجيدة. فعلى المدرب كاساس أنا وجهة نظري يشرك لاعبين بدلاء، هذا اللاعب البديل انه يريد يجد نفسه راح يقدم 100%، ما يسترخي مع هيج فريق، وبالتالي انا اشوف يحكي الصوره جيده. لكن اليوم حتى اللاعبين طول السفر، جو كان رطب في اندونيسيا، يعني اكو ارهاق على المنتخب. انا اشوف من يزج بلاعبين جدد، انا اتوقع جد نسبه التغيير اللي تتوقعها يعني أكثر من 5 لاعبين ممكن جدا. أنا أتوقع أكثر، هذا شيء طبيعي بعالم التدريب، لأن أنت اليوم خلص يجب أنه تريح اللاعبين وتعطي فرصة للبديل حتى هذا يأخذ فرصته، لأن أنت يجب من أنه تعتمد على البديل في المرحلة الثانية، أنت بأي لحظة هذا البديل تحتاجه. فيجب أنه يأخذ شوية خبرة، يكتسب، يعني تعرف أنت المباريات دائما تخلي اللاعب يوم بعد يوم يكتسب خبرة مباراة وليس تدريب، لأن التدريب وحده ما يصنع لاعب. ومن جانب آخر هي المباراة مهمة بالنسبة لمنتخبنا، لأن يخدمنا يقدمنا بالتصنيف الآسيوي، بالتصنيف الثاني نصير في حال خسارة السعودية من الأردن. أكيد أخ علي، بغض النظر اليوم أنت حتى البدلاء هم لاعبين ترى على مستوى جيدين، فبالتالي أنت لا أنه تفكر اللاعب البديل راح يحرجك أو راح ما يقدم أو ما يتغلب على المنتخب الفيتنامي. جوز يقدم أفضل، يعني هذا وجهة نظري، يقدم الأفضل. حتى المنتخب الفيتنامي اليوم هو باني يمكن استراتيجيته فلسفته على ما شاهده على المنتخب الأول من فيديوهات من مباريات سابقة، فأنت لازم هناك عنصر مفاجئ من تلعب البدلاء راح أوراق المنتخب الفيتنامي كلها تتبحثر، لأن أي مدرب راح أكيد يضع
خطه على الفريق الخصم جماعي وفردي. اليوم مخلي الخطه مالته على ايمن حسين شلون ريض على لاعب، على بايش، على مثل علي جاسم. اليوم من انت تباغت المدرب وتزج بلاعبين جدد هو مو بحسبانه، راح تتبحثر اوراقه، فهذا هو عنصر المفاجاه في كره القدم. الكابتن خلف كريم يقول اللاعبين يتالقون مع المنتخب الوطني ويتراجع مستواهم مع الأندية، لاحظ هذه النقطة كابتن. كلامه منطقي، وهذا بالتحديد مع لاعبين نادي القوة الجوية اللي هم أيمن وبايش. أنا هذا ما شاهدته ولمسته أنه في المنتخب الوطني فعلا مستواهم جيد، وتجد عطاهم مغاير تماما مع الأندية، وهذه حالة سلبية، لأن أنت هو النادي هو الأساس، وهو من دافع لك مبالغ، وهو من خلف جماهير، وهو من صعدك إلى المنتخب الوطني، فعليك الإخلاص في العمل والإخلاص في الأداء من أجل الدفاع عن فانينة النادي. لأن أنا شفت فعلا مثل ما تفضلت وما أشره أستاذنا وكابتننا خلف حسن، أنا بالذات مركز على لاعبين قوة جوية في المنتخب، هناك تذبذب أخ علي كبير جدا. شنو السر كابتن؟ يعني ليش مثلا تشوف أيمن حسين متوهج متألق مع المنتخب مع القوة الجوية لم يفعل هذا الشيء مثل ما ذكرت وأنتوا حضراتكم فنيين؟ يعني وين السر؟ تعرف السر داخل القوة الجوية، أنا وأنت ما نقدر نعرفه، جهاز فني، إدارة، اللاعبين، لأن أنت اليوم منظومة كاملة، فأكو لغز بهذا الموضوع. أنت شلون تحفز اللاعب، شلون تريحه، شلون تعامله نفسيا بحيث تظهر كل ما عنده ما بداخله. المنتخب استطاع بذلك، زائدا مسؤولية المنتخب مسؤولية بلد، وبيها بروز وبيها إبعاد. اليوم ما تقدم ينالك الإبعاد عن المنتخب، وبالتالي تجد هناك قتال على أنه كيف تكون أنت من ضمن اللاعبين بالمنتخب ومن ضمن الـ 11. إضافة لذلك هناك تنافس كبير. اليوم المنتخب أعمار متقاربة، مستويات عالية، فاليوم كل لاعب واجبه يقدم كل ما عنده حتى يحجز مقعد في هذا المنتخب الوطني. زين، خلينا نتحدث عن الأجواء اللي محضرها اتحاد كرة القدم لهذه المباراة، حفل يسبق انطلاق المواجهة بحضور وتواجد الفنان حاتم العراقي وأسماء، وربما أنت تعرف جماهيرنا دائما على الموعد في هكذا محافل. سوى شيء إيجابي، بس أنا أقول يعني بنفس الوقت مو يعني هذا مو وقته. مو وقته. أنت يفترض بيك تأجله إلى المرحلة الثانية. أخ علي إحنا اليوم كن يعني كمعنيين كإعلام رياضي كجماهير تنتظر المنتخب العراقي وجوده في كأس العالم. ومن يضع المنتخب العراقي في كأس العالم هي المرحلة الثانية. طبعاً. هذه المرحلة في حال انتهى تنسى تماما، مثل ما احتفلنا بالمرحلة الأولى في آسيا. أحسن، بالتالي خرجنا وبالتالي خرجنا، شنو اللي حققناه وشنو اللي حصلناه. فبالتالي أنا أشوف هذا مو وقته، راح اللاعبين تنفخهم أكثر من اللازم، وأحنا أغلب لاعبين هم لاعبين شباب ما يمتلكون الخبرة الكافية. تأجل هذا الاحتفال إلى صعودك كأس العالم، يستحق الاحتفال، أما إلى الآن يا أخي الإنجاز هو مو إنجاز كبير، هو تأهل للمرحلة الثانية وفرق، وهذا يحصل كل عام مع المنتخب الوطني كل عام، كل أربع سنوات نصعد. أنت ليش تكبر هذا الموضوع؟ هنا نجي أكو فن بشون تكبر الإنجاز من لا شيء يسوي شيء. هنا احنا إشكالنا وانتقادنا، يعني مثل ما بطولة ملك تايلاند سووها إنجاز، مثل بطولة الخليج إنجاز. احنا خلي نكون واقعين يا اخوان، لا نجي شيء بالونه نجي نقفز به والنفخه، هذا خطا. فرحانين انه الان تكلمنا، قبل لا تسالني هذا السؤال تكلمنا بكل استحقاق، لكن تجي تسوي انجاز واحتفاليه، هنا فبركه بالقضيه، لا تحسب للاعبين ولا هاي، هنا بها حسابات اخرى. خلي نفتهم اكثر، انت رجل اداري وكيس. نعم. وعارف بال شنو يعني حسابات اخرى، شنو يعني بالونه، شنو انا اكون وياك صريح جدا ومع المشاهدين. مرات اليوم انت المسؤول او المعني كرئيس اتحاد او مكتب تنفيذي، اريد اضخم هذا الحدث امام المسؤول وامام الجمهور وامام الاعلام، لكن يا اعلام
ويا مسؤول ويا جمهور. الإعلام والمسؤول والجمهور الواعي يجد حديثنا يطابق مع حديثه، أما ما ذكرته الغير واعي اللي ينجر مع البالونات والفقاعات. أنا أكون جدا وين الفقاعة بالموضوع أخ علي؟ بعدنا ما حققنا الإنجاز اللي إحنا نحتاجه. قلت لك الكل، جماهير، إعلام، مسؤول معني، يريد المنتخب العراقي في ظل 8 تذاكر 8 بطاقات يريده بكأس العالم. أنا وياك ذاك الوقت هنا نحتفل وفي كل مكان نحتفل، أما الآن أنت لا تحاول تخلي اللاعب وصل مرحلة الكمال، وبالتالي اللاعب من حقه بشر وما مكتسب الخبرة الكافية راح يبدي يتقاعس، يبدي يتغنى بهذا الإنجاز وهو بعده مو إنجاز، إنجاز مو متكامل. هذا الآن إحنا بداية الطريق، قلت لك هذا كله ينسف لا سامح الله في حال عدم تواجدنا في كأس العالم في ظل 8 بطاقات مع نصف بطاقة. فأنا أكون واقعي، تريد أجمل الحالة هذا لا خطأ. فنياً هل تشعر بقوة منتخبنا الوطني؟ يعني قادرين على مواجهة اليابان، استراليا، إيران، السعودية، بقية المنتخبات بالمرحلة المقبلة؟ لا يزال منتخبنا معني ما يطمن وهويته مو واضحة، لكن يقول لي بي عناصر جيدة، أقول لك بي عناصر جيدة يمكن أفضل من كثير من المنتخبات اللي مرت علينا بالفترة القريبة. منتخب عناصره ممتازة، أكو دعم حكومي، دعم اتحادي، عمل بكل التفاصيل جيدة، طائرة شفنا طائرة خاصة يعني توصل بأوقات محترمة، هذا كله يحسب فعلا لإدارة المنتخب والمنتخب. لكن تقول لي كأداء، الأداء لا يزال أكو إحساس عندنا، خاصة إحنا نلعب كرة ونعرف أكو إحساس منقوص ما أعرف شنو، يعني مو منتخب كعبة عالي أمام منتخبات بسيطة. لكن تقول لي بالمرحلة الثانية ما تعرف شو يصير. شفت أنت في آسيا منتخبنا تفوق على المنتخب الياباني وخسر مع الأردن، وخسر مع الأردن. أكو مفاجآت مرات، منتخبك أنا كنت أتمنى أخ علي ما نواجه الأردن، للاعبنا لو لاعبين أمام كوريا جوز نتغلب عليه. ليش نتغلب عليه؟ إحنا لاعبنا يظهر بالأوقات الصعبة، عنصر التحفيز يكون مشتغل أمام كوريا واليابان، فقد يكون بالمجموعة الثانية منتخبنا يظهر بشكل مغاير تماما. زين، وفقا للمعايير الفنية كأساس بالاتجاه الصحيح مع المنتخب الوطني؟ أنا من خلال متابعتي له أشوف الرجل أكو عنده استراتيجية، يعني منها استراتيجية هي دائما اللي تتكرر، إذن أكو عمل مو عشوائية اللي هو عنده أدوات يزجها بالشوط الثاني في هذه المجموعة، المجموعة المرت علينا، لأن بعدين راح أكمل لك في المجموعة الثانية صعب تستخدم هذه الاستراتيجية. هنا راح نحكم على كأساس وذكاء. في هذه المجموعة استخدم استراتيجية صحيحة، أكو عوامل ومفاجآت يضمها للشوط الثاني، ولهذا دائما الشوط الثاني اعتبره محرقة حتى لقسم من اللاعبين، يزجهم، يخلي الانتقادات تصير عليهم، المنتخب مو بمستوى المعهود. بالشوط الثاني تجد الأدوات اللي تنزل دائما ترتقي بالمنتخب لمستوى عالي أداء ونتيجة، وآخر مباراة شفناها. لكن في المجموعة الثانية تواجه منتخبات قد الخطأ الواحد ما ممكن أنت تعالجه بعدين، الهدف الواحد ما ممكن تعوضه بالشوط الثاني، فعليك دائما وابدا تكون حاضر بكل أدواتك بالشوط الأول. ممكن أعرف لأنه يمكن أنا فاهم قصدك، بس الآخرين والجمهور مو كلش واضح كرويا عندك، وانت دائما تحكي ما بين السطور وتحكي حسكه وطلاسم ولازم انا افك وراك شفرات يا كابتن. قل لي شنو يعني كاساس يشرك لاعبين بالشوط الاول كمحرقه او فخ لهم؟ بصراحه دائما اكو لاعبين تشوف يزجهم بالشوط الاول، هسوى ليش؟ يعني ما اعرف فلسفته هاي. دائما الفريق بالشوط الاول مو متكامل، فهؤلاء اللاعبين تجد انه انتقادات تصير عليهم، اداء المنتخب غير جيد، وشفت نحن اخر مباراه يعني حتى الاخ بشار رسن وغيره وغيره يعني انتقادات هوايه طالته بالشارع الرياضي، لان الفريق بالشوط الاول غير متكامل.
الشوط الثاني الفريق من تكامل بأدواته المهمة تجد ظهر كل الفريق بشكل جيد. فأنا أعتبر دائما هو هي استراتيجية مثل المعركة. هسه مرات أنت بالجيش تذب لك أكو ضحايا بالبداية، بس بعدين تخلي النخبة تجي تنهي لك المعركة. هاي فلسفة، المدرب عنده فلسفة. لكن أقول لك بالمرحلة الثانية صعبة جدا، تجي أمام اليابان تنتظر الشوط الثاني، لا قد يكون القطار فاتك. طبعا زين، خلي أسألك بنقطة مهمة. اليوم صار أكو حديث بمواقع التواصل الاجتماعي، وناس اللي ضد الاتحاد تنشر بهذا الاتجاه، واللي مع الاتحاد تنشر بهذا الاتجاه. إحنا ما عدنا حل وسط، لو مع لو ضد. قضية إظهار صورة منتخب فيتنام وسيارة حمل للحقائب صار عليها جدل، ناس تدافع وناس ترفض. أنت رجل مدير منتخب سابق، ورأيك كلش مهم في هذه الجزئية. شلون تدار الأمور؟ طبيعية الأمور؟ هو المفروض الجنرال تيكوي مسلذنا يودوها. أخي علي خلينا نكون بتجرد. إحنا للأسف اليوم فضائنا مفتوح جدا وصخب، وكثير من خلف الكيبورد عنده يعيش في حالة فراغ، فيبدي يجي ويكتب ويخلي بكيفه مثل ما تشتهيه نفسه. يعني هي حقائب، اللي ان شاء الله يتبع ران حش السامع بيك بلو بلوري، اي حقائب وراحت. يا اخي مرات لا نجي وبيش يشيلوها، يعني بلان دكروز لو بتاعه، يعني لا ننظر لصغائر الامور. انا هسه مرات يشكل عليه مو مع الاتحاد، يا اخي بس هذا عمل يعني يعمل به حتى برا، يعني ليش تخلي. انت رحت مع منتخبات، مع منتخبات. شلون يشيلون الحقائب؟ هي هاي السيارات غير، هي هاي طيب. حمل نقل قابل هاي شو يسموه الزغيره توك توك. مو هي هاي القصه واحداث الانقسام على هي جزئيات بسيطه. تشعر لك كابتن بكل صراحه انه احنا نعيش فتره انقسام غير مسبوقه فعلا؟ شنو سرها؟ شنو ابعادها؟ انا هذا الموضوع محيرني بصراحه، لكن له ابعاد. هذا ابعاده يعني أكو على رأس الهرم هو من وجد الانقسامات، يؤسفني. يعني أكو يعني جيش دولة مستفيدين وموجهين، هم من قسموا الشارع. هسه الآراء كلها أنا أقول آراء محترمة، وكل إنسان يطرح الشيء وفق عقليته. أخ علي ولا هو ليش طرحه؟ وفق عقليته. هل الثقافات وحدة؟ هل المستويات وحدة؟ قطعا لا. اما اكو لا، اكو شيء موجه، هذا الموجه هو من خلق الانقسام. والموجه من طرف واحد، يعني فقط من ينتقد اتحاد الكره او السيد عدنان درجال توجه ضد الانتقادات له للطرف 100%. هذا من خلق اكو انقسام في عمليه المغترب، في عمليه حتى هناك مدرب مثل يعمل في الاتحاد مو على هوى رئيس الاتحاد او ما مقربين من رئيس الاتحاد، اتعجب نفس المواقع تهاجمه أو السقطة لحسابات. فهذا العمل أنا أشوفه أصبح عمل خطير. إذن فترة درجال من وجهة نظرك هي الأكثر انقساما بالوسط الرياضي مليار بالمراحل. مليار بالمئة، ما وجدنا انقسام. وأنا حكيتها وأنا خب بعيد أنظر للأمور عن بعد، تختلف عن ما واحد في الداخل. حكيتها في أكثر من منبر، قلت لأول مرة أشوف هذا الانقسام لمسته بواقع ما يخص المغتربين والمحليين، المدرب المحلي يعني هاي كارثة. ولا احنا يا أخ علي على مر الزمن كله والعقود الزمن كلها، هناك مدرب أجنبي وهناك مدرب محلي، هناك لاعبين يجونا من برا عايشون، ما وجدنا هاي الحالة إلا بهاي الفترة. بهاي الفترة. فهذا أشوف عمل موجه، عمل بتركيز عالي، وهذه آفة. يعني أشوفها عملية خطيرة جدا. خلي أسألك بما أنه ذكرت، شلون تشوف الخلاف أو حرب التصريحات بين مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس مع مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد؟ والله يا أخ علي هي مخجلة. يعني من تجي من هم نقول قادة في الوسط الكروي أو معلمين للأجيال، خاصة مدرب أجنبي من يظهر ويتكلم كلام أنا أعتبره سوقي. أنت توصف بوصف ما أريد أنا هم أطرحه على قناتك المحترمة، هذا أشوفها معيبة خاصة للاتحاد. أنا سمعته
في المرحلة اللي مضت القريبة أنه منع. منع صح. زين إذن هذا ماكو احترام حتى لقرار الاتحاد، هذا اللي ثار استغرابي. فإحنا وين نريد نوصل؟ أنت المفروض كمدرب أول تكون قدوة لعماد ولغير عماد، أنت مو تجي تتحسس من عماد وتوصف إنجازه بهذا الوصف، الوصف اللي يعني مستهجن، هذا معيب جدا. هنا يجب هناك وقفة، لا أنه تأخذ الغرور بهذه النتائج، لأن قد يكون أخذ أكثر من حجمه. يجب أنه في هذه المرحلة أجي أخليه بحجمه الحقيقي، وهذا الموقف اللي أتخذه معه حتى يركز للمرحلة الثانية. لأن مرات هيك مدرب من يأخذ الغرور بالتالي يفقد تركيزه، وإحنا عندنا مرحلة مهمة جدا، لو أكون لو لا أكون. فيجب هناك وقت. أنت الآن علقت لي على رد فعل كاساس، بس هو اللي بادر بالتصريحات الكابتن عماد محمد. ما يهم، لا أجي أتعامل فعل وردة فعل. أنت الأب الكبير، أنت أكبر، أنت ماسك المنتخب الوطني، عماد إيش ماسك؟ بالعكس، أنت أولا أجنبي، أجي أتكلم عندك إدارة، تجي شكواك عند الإدارة، إدارة الاتحاد. هيك موضوع صار، الاتحاد هو من يتعامل من عماد، مو أنت بالفضاء وبالإعلام تجي تنتقد عماد. هنا خطأ، هنا صار هرج ومرج. فأني يعني أعتب على الاتحاد، يجب أدواته تكون يعني عندهم كنترول، أكو توجيه حقيقي، يتماشون مع التوجيهات، ولا هناك استهتار أنا أعتبره. إذا الاتحاد غير مسيطر على مدربيه، فشون يسيطر على هاي المنظومة الكبيرة؟ تفسيرك لظهور المدربين بعد إعلان الاتحاد بمنعهم هو استهتار؟ استهتار وضعف بالمنظومة. اليوم أنت هنا تعمل بهذه القناة المحترمة، يا أخي يجيك توجيه من مجلس إدارة، أنت تروح خارج المجلس إدارة تغلق. لازم تلتزم. تلتزم أخي، هاي في كل المؤسسات. إذا أنت مؤسستك وجهتك، تجي أنت وقريب هذا التوجيه أخ علي، مو بعيد والنساء. ما عبر أسبوع. ما عبر أسبوع مثل ما تفضلت، وتجي بهالتصريحات. إذا أنت ما ملتزم ولا تحترم مؤسستك. وربما جايب موافقة من الاتحاد بالظهور، باعتبار ظهوره بتسويق، بسبونسر، بإجور. يعني جزء الله اعلم، ما جزء تحسب يعني بهذه التحس. هو اللي وصل خلاف ما بين مدربي المنتخبات هو مؤشر خطير جدا، خطير. انتم منظومه واحده، يعني مركب واحد. المفروض انت المدرب الاول سياستك وفلسفتك حتى وين تعكسها على المنتخبات الاقل منك، الاولمبي والشباب والناشئين. انت دائما تجتمع معاهم، دائما تعطي نقاطك لهم، دائما تحضر تدريباتهم. احنا هذا في كل البلدان، المدرب الفريق الاول هو من يشرف على المنتخبات الاخرى، حتى نفس الفلسفه ونفس الاستراتيجيه. اذا انت بيناتكم التنابز وهذا التصريحات، فشون راح نوحد؟ بالمناسبه هذه الحرب الغير معلنه بين المدربين وصلت مراحل انه حتى اللاعبين، الناس قامت تقول مثلا يوسف الامين وعلي جاسم والله اكتشفهم عماد محمد، ناس تقول لا سعد هاشم اكتشفهم، جيش كاساس شو يقول؟ لا كاساس اللي اطاهم. حتى في ما بين اللاعبين قبل نتعارك منو اللي اكتشفهم ووصلهم، ولا كانهم هم ملك العراق وثروه للعراق. وصلنا حاله خطيره. انا اليوم انظر للمنتخب الوطني، هذا منتخب العراق والعراقيين جميعا، مو منتخب احد، ولا احد فضل على احد مثل ما يقول. هذا اللاعبين كلهم طالما مثلوا العراق هم للعراق، منو اعطاه نصيحه، منو دربه فتره، هو مو ملك المدرب. اذا انت دورك كمدرب شنو؟ مدرب فتره من الفترات تدرب لاعب، وبالتالي تقوم مو تستعبد اللاعب، والله هذا من مدرستي وهذا كذا ولازم يركع له ويسجد. لا، هذا خطا، أشوف مفهوم خاطئ. والله هم منتخب واحد، مرات والله العظيم يجينا شعور، نعم طبعا في حالة الخسارة بأكثر الأحيان، أنه إحنا عندنا منتخبين، ناس تدافع على مجموعة وناس تنتقد مجموعة. كابتن مو بهالطريقة. صدقني أخي علي، المنتخب ما بي في الداخل هذا الموضوع، أنا متأكد هذا ما يعني وضعه وما كرسه، هذا جاي يصدر. يصدر يصدر 100%. اكو اجندات واكو ناس متونسه على هذا الموضوع، بل وصل مرحله اكو اعلام يعني واعلاميين كبار وتشوفه يتبنى جهه. للامانه انا هاي لمستها، قلت لك والله يا اخ علي انا بعيد شنت ما اعرف هذا الموضوع، اجيت شفت اعلامي كبير متبني جهه المغتربين، مدرب ولاعبين متبنيه، تجد في كل القنوات يتكلم بوقاحه،
يذم اللاعب المحلي ويجي يتكلم. خلينا نسميها بقناعه، ليش وقاحه؟ قناعته معها. لا مو ما يصير انت مرات هسه شوف انا من اقعد يمك انتقد المنتخب كلاعبين بغض النظر هذا وين يلعب وين كان وهذا، هذا ماكو مشكله قناعتك ورايك، لكن من تتبنى انه مجموعه على حساب مجموعه خب هذا واضح وفاضح. انا هذا اللي مسته من بعض الاعلاميين وكبار يعني صار لهم سنين بالاعلام يتبنى جانب واضح جدا، وما اريد اسمي بالاسم يعني ما اريد ندخل بهالمهاتف. قناعته ورايه ومؤمن بهذا المشروع. لا انا هذا ليش ماكو بالمقابل ناس تدافع بنفس الطريقه 100% على اللاعب المحلي والمدرب الوطني. اخ علي 100% هذا ما لمسته جانبين واعلاميين كبار. شوف استغرب هذا ماسك الجانب وهذا ماسك الجانب الاخر، فهذا معيب. هو من ولد الانقسام. اما تقول لي داخل المنتخب انت اذا تشوفهم الان في التدريب يجننون صح ولا طيبة علاقه طيبه وما موجود هذا الموضوع تماما. فنيا اكو لاعبين من وجهه نظرك ومتابعتك للدوري كانوا يستحقون الفرصه بهذه الدعوه مع كاساس؟ والله اخ علي انا اشوف المدرب كنا ننتقده بالبداية أعطى فرصة للجميع. صح. تتذكر يعني أنا حتى في منبرك الكريم أكثر من مرة حكينا أنه ليش هذا العدد يومية يغير يومية، إذن ما بقى أحد مجابه. فإلى الآن أنا أشوف أعطى فرصة للجميع. ممتاز. عاجبك الدوري نجوم العراق فنيا؟ لا أبدا، باستثناء الديكور لا يزال دورينا تغير عن الدوريات الماضية فقط بالديكور، أما فنيا لا. يعني بصراحة يمكن الكلاسيكو الأخير كان بنفس اليوم أو قبل يوم مطلعين من الأرشيف مباراة بين الزوراء والجوية بالتسعينات، رغم تدري كان النقل ما أسوأ كامرتين فقط بملعب الشعب، الملعب تدري ملعب الشعب كان منتهي، عكس الآن كانت 27 قناة إذا مو أكثر، ملعب جيد على الرغم كان ملعب المدينة مو بحلته الصحيحة، لكن من شاهدة المباراة القديمة يا أخي لمحات فنية، نجوم راقين، منافسة هجمة بهجمة. من إجينا شفنا الكلاسيكو والله فقط الكاميرات والكاميرا العنكبوتية هاي اللي حظينا بها، أما كمستوى فني مخزي جدا، والدليل على تيباس ملتهي بتليفونه هذا خير دليل لان الهجمات ما شدتها. الشرطه ينفرد بالصداره، شلون تشوف خطوات القيثار الخضراء نحو اللقب الثالث؟ والله خطوات جيده ثالث على التوالي طبعا. لا جيده وتحسب للاداره، وانا قلت لك يمكن من بالسابق هم جلسنا هنا كانت جويه متقدم، قلت لك الدوري الشرطه بعد تغيير سليمان مؤمن سليمان البوصله تغيرت، فهو حلاوة الدوري من كل فترة البوصلة تتغير إذا أكو منافسة. على رغم الجوية يعني أخفق أخفاقه غير متوقعة، يعني راح أسألك بالجوية إيه هو قضية الشرطة وتميزهم. نعم قضية حسن إدارة لو توفر أموال. شوف الإخوان تعلموا صار لهم فترة، يعني تدري اليوم أي إدارة من تجارب طبعا تجارب دوري على دوري، لكن اليوم الشيء المهم المادة طبعا. هو بدأ يستقطب لاعبين، بل حتى أكو لاعبين ما يحتاجهم يخليهم على الدكة، يحرم الأندية الأخرى من يعطي إغراءات وهي حالة ذكية. زائدا أنا أشوف بالفترة الأخيرة ركزوا فقط على فريق كرة القدم، لغوا لعبات كثيرة لأن أنت كرة القدم تحاكي جماهير، فبدوا يفتهمون اللعبة صح وبالتالي وصلوا الآن منافسين وقد يحققون الدوري وللمرة الثالثة، وهذا شيء يحسب لهم ولم يحدث في الفترات الماضية على مدار نادي الشرطة وما يحمله من إرث كبير وإنجازات ومشاركات في بطولات خارجية ودوري أبطال آسيا وعدد الألقاب بالدوري العراقي، لا يمتلك ولا بطولة كأس في العراق كابتن رياضات الحفاظ. هم شوف عندهم نقطة دائما يركزون على الدوري ما يركزون على الكأس، لأن الدوري بأهمية كبيرة. فتلاحظ وحتى شوف مباراة الكأس أخ علي كحالة فنية اليوم نادي الشرطة دا يخسر لاعبين بالمنتخب، لأن دائما لعبات الكأس تمشي وين لاعبي بالمنتخب صح لو لا، فهذا يخليه يخسر بطولة الكأس، غير متكامل الفريق. وحتى شوف اليوم على مستوى أوروبا
تلقى مرات بالكاس وهاي الفرق جيدة تطلع ما تركز عليها. الدوري هو الأهم في كل العالم. وين مشكلة القوة الجوية؟ مشكلتها أنا أشوف فنياً 100% الجهاز الفني ما ركز، مشاكل عندهم داخلية أشعر، لاعبيهم أغلبهم بالمنتخب أكو إرهاق، أشوفهم بالفريق تعبانين جداً ما مركزين، وبالتالي يعني خسروا نقاط المفروض ما يخسروها. حتى المنافسة المفروض تكون نقطة واحدة، الآن 7 نقاط صح فرق مباراة في حال فوز الجوية يكون 4 نقاط، باقي 6 مباريات تقريبا أو 7. إلا الآن الاحتمالات واردة أخ علي، هذا الدوري ما بفريق ضعيف، تتلاحظ المفاجآت تصير مع الجوية مع الشرطة، المباراة اللي فاز بها الشرطة مع نفط ميسان بالله عليك تتوقع يفوز الشرطة؟ كان يخسر نقطتين. فأكو مفاجآت اليوم كل من حتى اليوم تصريح وزير الداخلية يعني رايحين للإدارة، ما أعرف تصريح شيء غريب، شو يقول؟ مهني الجماهير والفريق ومبارك للإدارة حصول الدوري للمرة الثالثة، هذا تصريح للآن أنا يعني على الموقع الوزاري وموقع نادي الشرطة. فأنا أشوف لا يزال يعني هذا قد يثير حفيظة جماهير الجوية، يثير حفيظة لو هي باقي 6 مباريات يعني الأمر كل شيء يصير بيها، يعني 6 مباريات في 3 نقاط كل شيء يصير بيها. قد يكون الشرطة أقول كعبة الأفضل والأعلى، لكن من وزير يصدري أنا ما أعرف للآن شنو القضية، أكو خطأ. زين عدول القوة الجوية عن إقالة أيوب أديشو والاستمرار لنهاية الدوري شلون؟ خطأ كبير. من منو؟ من الإدارة. من الإدارة طبعا. شلون أخ علي؟ اليوم باقي لك 6 مباريات أو 7 لو أكون لو لا أكون 7 مباريات لأن عنده مؤجل هم. القوة الجوية صار تراجع وصار ضغط جماهيري على الجهاز الفني، واللاعب بدأ ما يتقبل من المدرب، دائما الخسارة تولد مشاكل، يحتاج لك شخص يجي بروح جديدة. اللاعب وأنا دائما أقول تتذكر نادي الشرطة وين وصل؟ تراجع من إجا المدرب، رأس النتائج صارت إيجابية. ليش؟ كل اللاعبين يريد يظهرون بمظهر جيد، دائما التغيير هو أفضل. أنت عندك 7 مباريات المفروض التغيير الآن جدا مهم، بالإضافة عندك توقف كان يخدمك. يعني من سمعت أنه حسام السيد كان خيار موفق له جاي، أولا مدرب ذكي وكان يعمل في القوة الجوية، أنا كان أتوقع القوة الجوية الكيف مالته يصعد تماما ويكون منافس حقيقي. وبعد هذه الأحداث أعيد السؤال مرة أخرى، نعم. من سيكون بطل دوري نجوم العراق؟ صعب جدا لحد الآن، كل شيء جائز لكن الأفضلية لنادي الشرطة، لأن نادي الشرطة تعثر صعب جدا. عودة الزوراء عجبتك؟ جدا مهمة، وتحسب للمدرب عصام محمد. تذكر هناهم قاعد أنا والكابتن جليل بنقول له ذولا أبناء النادي وراح يعطون دفعة قوية، وأكيد الموضوع يمشي لأن نادي الزوراء ماديا ضعيف وفقير، يحتاج لواحد مخلص لناديه حتى يعمل بالممكن، لأن المدرب اللي يجي من برا يريد طلبات ويريد كذا، جاي من أجل المادة. هذا اليوم كابتن هشام وكابتن عصام هم من أبناء النادي، فعندهم حرص على هذا النادي حتى لو ببلاش. فشفت النتائج اللي حققوها الجهاز الفني تحسب لهم ويشكرون عليها. الحكم العراقي يتعرض لهجمة قوية من الجماهير، من إدارات الأندية، من المدربين، من اللاعبين، من الإعلام، في وقت أنه دوريات عربية باتت تستعين بالحكم العراقي لإدارة مباريات. أكثر شريحة مظلومة في كرة القدم الحكم، لأن إحنا جماهيرنا يؤسفنا ما كن صاف، يعني دائما كل التجريح والتقريع على الحكم، وبالتالي دائما الخسران وين يذب؟ يذب كل مشاكلة بالحكم، وهذا خطأ. لازم يا أخوان ثقافتنا ترتقي، وحتى اليوم الحكم هو إنسان في حال يخطأ، واليوم عندك الفار أصبح الحكم قليل يعني من أخطائه. فاليوم أنا أشوف التحكيم جيد، وبالتالي انت لا كل شيء الحكم، الحكم، وهذا قد يخلي الحكم هو نازل
ومجدود وما مركز أن يفكر بالجماهير. ما أثرت الأخطاء التحكيمية على بعض المباريات؟ أنا شفت أثرت نوعا ما، كم مباراة شفتها أثرت الأمانة، لكن الأخطاء قلت وعدنا برزوا حكام جيدين يجب تشجيعهم. ترى الحكم مثل اللاعب أخ علي، إذا ما الشجعة ترى ينتهي، لازم الشجعة حتى يرتقي. وبالنتيجة اليوم يجي فترة من الزمن ما تلقى حكام، ليش؟ ماكو تحفيز للأجيال إنه يصير حكم. يقول لك عم شلي بهالشغلة، مسبة وحكي عليه بالإعلام وما حد راضي عليه. طيب شنو هالمهنة؟ الحكم جزء من شريحة كبيرة. نعم. رياضي لو مو رياضي؟ رياضي. رياضي. والمدرب رياضي لو مو رياضي؟ أكيد. شاون نقابة الرياضيين كاب؟ خصوصاً حقوق الرياضيين دولة مظلومين، وهاي الشريحة تتعرض للظلم. ايه النقابة وين؟ صح. أخ علي، النقابة يعني بصراحة عملت جاهدة من 4 سنوات، وكان الأخ موجود المرحوم أحمد راضي اللي ذكرته إن شاء الله ذكرى العطرة يوم 21/6، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء والأموات اللي غادرونا من الرياضيين. وبالتالي هي سعد جاهدا، ولا أنسى الأخ سعد السوداني هذا المحرك مثل ما يقول المخفي، هو من عمل كل هذا القانون، أخ علي اللي استوحى من قوانين كثيرة وبالتالي عمل بصبر وإخلاص لهذا القانون. تجد قليل الأخطاء، قانون دسم، وحتى عالج قضية مهمة جدا، قانون التقاعد. لأن أنت اليوم لو تجد قانون 6 اللي إحنا فرحانين به، الرياضي يتوفى عائلته تنحر من كل الحقوق، وهذه كارثة. اليوم هناك قانون للنقابة الرياضيين فيها صندوق التقاعد، هذا يعطي تقاعد للرياضي على مدار كل مات ما مات حتى عائلته تستفاد منه، وبالتالي قانون رصين جدا، كل شرائح المجتمع مشمولة بهذا القانون، لا يتقاطع مع جميع المؤسسات، يعمل بالفراغ اللي موجود بهذه المؤسسات الرياضية ويتغلغل بها من أجل ملء هذا الفراغ، ما يتقاطع. لأن كثير من المؤسسات تقول لك والله يتقاطع معي، لا ما متقاطع، أنا قاري تماما قانون رصين. وبالتالي اليوم ساعين وجاهدين تماما، ما لها دور الرياضيين، ما عندهم ثقة بنقابتهم، ما عندهم ثقة. وين كانت في السابق المشكلة؟ وين ما عدها فعالية يعني تذكر أو تجمعات كبيرة، بالإضافة نجومنا مقاطعين للنقابة لخلافهم مع الأخ غانم عريبي. حكي الكلام بكل صراحة، وأنا جربت فتحت جسور مع أخواننا الرياضيين أنه يابا تعالوا، خاصة لاعبينا كرة القدم. وهذا طبعا أنا إشكالي عليهم أنه أنت ليش تقاطع؟ هاي مؤسسة بيها ناس تعمل، بيها ناس تريد لكم الخير، لا تقاطعوها. وما يقرون، المفروض يقرأ القانون ويجد شنو هذا القانون مستقبله وشنو رؤاه، بالتالي يحترم القانون. تعال للمؤسسة، انت منو يقول لك غانم باقي؟ لا انه تجي اشكالك مع شخص تقاطع مؤسسة كاملة. ومن النقيب هسه؟ الأخ غانم عريبي لحد الآن؟ لحد الآن، بس هو مشغول الرجل. لأن أنا قلت لك بصراحة، الأخ سعد السوداني، الكابتن شاكر محمد صبار، الكابتن عباس البهادلي، شخصيات محترمة، الكابتن حسين الشافي، كلهم يعملون، بس للأسف ما عندهم حضور إعلاميا غيره، فما يقدرون. الناس مشغولين بالقانون وبعمل القانون. وأبشرك وصلنا لمراحل مهمة، وصل إلى رئاسة مجلس النواب، وبالتالي ننتظر يرى أول جلسة للتشريع والتصويت عليه. هذا الموضوع وصل بجهود الإخوان. صح الأغانم غائب تماما لمشاغل مع الأولمبي، لمشاغل مع الاتحاد، تقاطع من بعض الرياضيين، وهذا يؤسفنا. وإحنا جاهدين أنه نصلح كل أخوتنا بالرياضة، لأن الرياضة يعني مو شعارها التقاطع. بس غانم منزعج من حراكم هذا، يقول انتم جاي تاخذون البساط من عندي، احنا تاخذون النقابه من هو مو بساط الريح، هذا بساط للجميع. احنا نريد منو يعمل نخليه على راسنا. غانم جزء لا يتجزا من هذه النقابه، بها الاخ بسام رؤوف، بها شخصيات محترمه، فانت ليش ما تعمل مع الجميع؟ احنا ما عندنا نقيب، مو نقيب كلها على الراس، احنا واحد نعمل. والله يا اخ علي من قريه القانون وتقربت لهم وشفت شنو عملهم واحترامتهم، قلت لهم أنا إيدي وإيدكم، شنو تريدون مني؟ ما أملك من علاقات أنا وياكم، لأن هذا بالتالي يخدم حتى عائلتي، يخدم أخوتي. متفائل بهذا المشروع؟ جدا متفائل أخ علي، حتى
جانب الإعلام الرياضي راح يكون جزء من هذه النقابة، راح ينظم عمل الرياضي بشكل عام. حتى المنازعات اللي يصير ما تروح، ما من حقك تروح للتحكيم أو للمحاكم، لا، تجي بالبداية يكون حل للمنازعات في النقابة. ما من حقك يعني النقابة لو تفعل هذا الحديث، نعم، كان درجال ما من حقه يروح يشتكي على حيدر زكي، لا من حق، لا من حق الأخ عدنان درجال، ولا من حق الأخ حقيم مفتن، ولا من حق أي كان. النقابة راح تحتوي الجميع، هي الخيمة لكل الرياضيين. إحنا يؤسفنا من صراعاتنا تصل ما وصلت إليه، الأخ حيدر بالسجن، الله يفك سجنه، والساجنة نجم ولاعب كروي عدنان درجال ورئيس اتحاد، أب لكرة القدم. إحنا هذا يزعجنا، احنا ايش قد ما بينا اليوم ومن يتبوأ مناصب بالنقابه تكون الخيمه. احنا دائما اخ علي، انا من فتره جدا بعيده اقول الوسط الرياضي ما عنده خيمه، دائما كل من يصيح يا روحي وكل من يقول ما علي، سواء كان في السابق الاخ رعد حمودي او غيره او غيره، ما عندنا خير جمعنا. هذا الخير نحتاجه، واليوم تحسب للاخ عقيل مفتن بهاي المناسبه، يمكن الرجل شوفه عنده هذا الإحساس والروح، يتحسس بالرياضيين. عناد عبد وزوجته على نفقته الخاصة، هذا شافه، هذا النجم اللي قدم الكرة العراقية أرسل الحج. اليوم مبادرته بإحياء حفل تأبيني المرحوم اللي صاحب فضل على الجميع، الكابتن عمو بابا اللي هو رعد حمودي كان يعني تلميذ عند عمو بابا، ما سوى له فد هيك احتفالية وكليل ورد وجمع كل نجوم العراق اليوم موجودة. فأخ علي، احنا نحتاج إلى خيمة. نقابة الرياضيين أنا كلش متفائل بيها، وهذا يعني أشوف يجب التفاف كل الرياضيين حولها، يجب دعمها، ويكفي تدعم نفسها بنفسها. أغلب مؤسساتنا وين هي؟ عبء على الحكومة، لكن هذه النقابة تمويلها أخ علي ذاتيا من نفسها، فهذا تحسب إلها، ويخرج من هذا التمويل صندوق تقاعد. يعني شوف انت العمل، عمل راقي جدا، تمول نفسها وتدعم صندوق تقاعد لكل رموزنا وكل رياضينا، فهذا عمل مهين. فأتمنى الموفقية، وأتمنى على مجلس النواب من قناتك هاي ومن منبرك انه لا تأخر هذا القانون. أتمنى قبل لا تنتهي هذه الفترة التشريعية أنه يرى النور القانون، وتجد هذه النقابة عملها وتأخذ على عاتقها حل كل هذه المشاكل وضمان حقوق الرياضيين. وبالتالي كنا فخورين نكون بتأسيس هيش نقابة وهكذا قانون. ولا أنسى الفضل للأخ الأستاذ سعد السوداني اللي أقول له حتى عائلته ما يشوفه مكرس وقته لتشريح هذا القانون. شكرا جزيلا كابتن. أنا أشكرك أخ علي على هاي الفرصة، وأنا دائما يمكن الجمعة ما أكون أو السبت بالعطلة هنا، بس ارتئيت أن أبقى لحالتي. المرحوم الكابتن عمو بابا يستحق منا الوجود، وبرنامجك الراقي أنه دائما وأبدا حريص أكون معك. شكرا جزيلا، أتمنى لك الموفقية. مشاهدينا الأكارم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.